الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين. اهنئكم ايها الاحباء بعيد القيام المجيد، العيد الذي هو قمه اعيادنا وفرحه افراحنا. وبالاصاله عن نفسي وباسم المجمع المقدس لكنيستنا القبطيه الارثوذكسيه وهيئه الاوقاف القبطيه والمجلس الملي العام والمجالس الملية الفرعية وكافة الهيئات القبطية والإكليروس وكل الشعب في مصر وفي الخارج وبلاد المهجر، أهنئكم جميعا وأود أن أنقل لكم تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي هنأنا بالعيد وأرسل برقية تهنئة رقيقة وأناب عن سيادته لحضور الصلاة معنا السيد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب. هذه هي فرحة القيامة التي نحتفل بها والتي تزداد أفراحنا بحضوركم جميعا. نصلي من أجل بلادنا المحبوبة أن تكون على الدوام في نمو وفي تقدم. نصلي من أجل الشهداء في كل مكان، نصلي من أجل أسرهم ومن أجل ذويهم ومن أجل أوطانهم، ونصلي أيضا من أجل المصابين أن يمن الله عليهم بالشفاء ويحفظهم ويحفظنا جميعا في محبته. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. أمين يا رب. ودايما مسيحيين ومسلمين مصر بخير، وكل سنة وكل المصريين بألف خير، وصباح الورد والفل والسعادة على حضراتكم في حلقة جديدة من صباح الورد. وطبعا يوم أكيد مليان بالطاقة والسعادة على كل اللي بيشوفونا. وصباح الورد عليك يا حسين. صباح الورد عليك يا بقى. صباح الورد على كل السادة المشاهدين. صباح جديد دايما بأمل جديد يا رب، ومفيش طبعا أحلى من هذا الصباح. وإحنا بنحتفل بمجموعة من الأعياد، خلينا نقول المصرية، سواء لجناحي الأمة المسلمين والمسيح. كل سنة وإحنا كلنا طيبين وأخريستوس أنيستي. عارفة لما نقول لك حد أخريستوس أنيستي ترد تقولي له إيه؟ لا نسيت، ما هي صعبة أو مش عارفة أحفظها. أليستوس أنيستي. أنيستوس أنيستي. أخريستوس أنت تقولي أليثوس أنيستي. تصدق عيب علينا والله إن إحنا مش عارفين اللغة القبطية دي. يعني أنا عايزة أدرسها بصراحة، وطبعاً أنا عايزة أقول إن كل الأعياد اللي إحنا بنتكلم عنها دي هي من أيام المصريين القدماء، علشان كده إحنا هنعرف بقى من دكتور وسيم السيسي تفاصيل أكتر عن أولاً فلسفة الأعياد دي بتتعمل ليه في هذا التوقيت؟ إيه الفلسفة من وراء الاحتفال بتاعها؟ ايه مظاهر الاحتفال وايه اللي فضل منها لحد دلوقتي لازال المصريين محتفظين بيه او حارسين على ان هم يعني الطقوس اللي حارسين ان هم يادوها في الاعياد؟ لا كتير، والمشتركات كمان كتير. حتى في عيد القيامه يقول لك ليه كمان اصل فرعوني او اصل في مصر القديمه. بلاش فرعوني دي، اصل في مصر القديمه. ليه بلاش فرعوني؟ ليه هو معروفه في الدراسات بره فرعونك يعني بس بيقولوا احيانا حضاره مصر القديمه وبعد كده بقت الحضاره الفرعونيه لما بداوا يسموا بالفرعون، عشان الناس بتربطها احيانا بفكره الظلم او الفرعون. بس احنا مش عايزين يعني نثبتها. الدكتور وسيم السيسي ليه نظريه في موضوع فرعون والمصريين القدماء في الموضوع ده، وكمان ليه نظريه في موضوع ايضا فكره القيامه بشكل عام، لانه لها اصل في الحضاره المصريه القديمه. فده ممكن يبقى جزء ايضا طبعاً من نقاشنا النهارده. غير طبعا شم النسيم، لانه طبعا عيد القيامه دايما مرتبط باعياد الربيع واعياد الفصح، الفصح ايضا عند اليهود. فهنروح معاكم كده في زياره لطبعا المناسبات الدينيه المختلفه واصولها المصريه. ده اهم شيء. طيب النهارده كمان عندنا فقرات مختلفه، يمكن هنبدأ معاكم بموضوع مهم جدا، هو أننا دايما بنقع في مشكلات كبيرة جدا نتيجة وجود شغلنا بشكل أو بآخر موجود، أصبح على المشاع، والأفكار أحيانا تصبح غير محمية. إزاي نحافظ على حقوقنا الفكرية؟ ده اللي هيوضحه لنا ضيفنا النهاردة الدكتور محمد بشر، المتخصص في حقوق الملكية
الفكرية، وكمان هيعرفنا ازاي نجيب حقوقنا الفكرية لو حد تعدى عليها او خدها بدون وجه حق، وده في اطار الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية اللي فيه كمان معها تحديات كبيرة بتواجه العالم في النقطة دي تحديدا، خصوصا يا جماعة في عصر الانترنت والسوشيال ميديا. يعني يمكن الموضوع من قبل الانترنت والسوشيال ميديا كان ظهر في فترة لما كانت الحاجات برضو بتنزل على النت، الالبومز تحديدا الالبومز، ويمكن استاذنا يعني محسن جابر كان بيتكلم في موضوع حقوق الملكية الفكرية ده، وكان في أزمة عدت بكل المنتجين في المزيكا لانه الالبومز كانت بتتسرب على النت. دلوقتي الموضوع بقى اصعب بقى لان احنا بقى في مواقع فيسبوك، في انستغرام، في 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 افكار كتير جدا الناس بتطرحها من خلال الفيديوز، من خلال ان هي تكتب بوستس معينه، من خلال ان هي تقول حاجه معينه او تكتب مقاله، وكل ده بقى بسهوله جدا معرض ان هو بالبلدي كده زي ما بيقول او بلغه السوشيال ميديا تتلطش، يقول لك ملطوشه، او بتبقى الناس مستنيه بس كلمه حتى كوبيد او منقول عن، بس مش كل الناس عندها الاثكس دي او الاخلاقيات دي. فطبعا احنا عايزين نعرف في يعني في في دنيا مواقع شبكات التواصل الاجتماعي ازاي احنا ممكن نحمي الملكية الفكرية بتاعتنا، لان كده الموضوع بقى بمنتهى التعقيد بقى معقد جدا. انت عارفة كمان في بقى نقطة كمان في غاية الخطورة، ان العالم دلوقتي بيفكر فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية ايه، فكرة ملكية البيانات. يعني دلوقتي المواقع الكبرى اللي عندها البيانات بتاعتنا دي مين حقه انه يمتلكها فكريا، لانه ظهرت طبعا بعض الاحداث الدوليه اللي بيتم استخدام فيها البيج داتا اناليسز او الارتفيشال انتليجنت تكنولوجي وغيرها في جمع الداتا بتاعه الناس، وانت بيملك الداتا بتاعتك، هل من حقه ان هو يملك الداتا بتاعتك ولا لا؟ حاجة على ايه؟ ايوه والله، واحنا بنتكلم على اصل الارتفيشال انتليجنس دي يا جماعه عامله لي حاله توتر من ساعه ما اتكلمنا فيها. هقول لك ليه، لانه احنا بنتكلم في عصر التكنولوجي، في اوريدي بعض الوظائف اللي انقرضت بالزبط. تمام، طيب عايز اقول لكم يا جماعه المذيع المذيع هينقرض قريبا بسبب الارتفيشال انتليجنس، احنا فرحانين بيها قوي دي. ممكن عادي جدا انا وحسام نقول يا جماعه شكرا جدا، شكرا للتحيه، نشكر لسه كنت بقرا الدراسه اول، بص تلاقي في اتنين روبوتس قاعدين الصبح بيتكلموا معاكوا عادي جدا وامامير وحلوين وقطايط، واحنا يعني تفتكر ايه البديل بتاعنا؟ احنا ممكن نكتب لهم سكريبت بقى ساعتها نعمل ايه، او يعني يعلمونا بقى ازاي نبرمج الروبوتس اللي هتطلع بدلنا. إيه لو ربطناها بالفقره فبيقول لك ان الروبوت ده ممكن يكون هو بيشتغل اوتوماتيكلي ان هو ياخد البيانات او ان هو ياخد الافكار او ان هو فهتعملي يعني إيه؟ مستغني عن الاعداد كمان، هتعملي ايه بالظبط، هتعملي ايه في حقوق الملكيه الفكريه؟ طب هنعمل ايه في مستقبلنا المهني؟ على فكره على فكره انا قلقني موضوع خالص يعني هي بفكر في موضوع تاني خالص، انا بفكر يعني ساعتها وقت ما المذيع يستغنوا عنه ويجيبوا روبوت احنا ممكن نشتغل ايه. طيب الفقره الاخيره بقى، الفقره الاخيره قررنا نحتفل باعياد طبعا الاخوه المسيحيين، كل عام وهم كلهم بالف خير وصحه وسعاده، وكل المصريين بالف خير وصحه وسعاده. عشان كده قررنا بقى نخش في اجواء من البهجه ونروح معاكم النهارده الفقره في هيكون فيها ترانيم وغنى، هيكون فيها كمان معانا المرنمه الجميله داليا يونس واللي هتقدم لنا النهارده ترانيم وغناء جميل جدا احتفالا بعيد القيامة المجيد، وهي مسلمة بالمناسبة كمان. يعني أنا ما بحبش دايما التمييز بتاع مسلم ومسيحي، إحنا في الآخر كلنا مصريين، كلنا نسيج واحد، كلنا كده إنسان، يعني كلنا خلينا نقول إن إحنا كلنا إنسان، وخلينا نقول يا جماعة إن الموسيقى بشكل عام هي غذاء الروح، يعني بالزبط. الموسيقى والقراءة في حاجات كده حلوة قوي بكل أصولها وتفاريحها الثقافية بالظبط كده، ترانيم بقى تواشيح إحنا طبعا طبعا. طيب تعالوا بقى واحنا بنتكلم على اصول هذه الاعياد، ودايما بنقول البدايه مصر، دائما البدايه مصر، وحضاره مصر القديمه هي اللي طلع منها او انبثق منها العديد من العقائد المختلفه، الفنون، الثقافه، العلوم المختلفه. تعالوا بقى نعرف من استاذنا دكتور وسيم السيسي اكتر، نتعرف منه اكتر بقى الحضاره المصريه القديمه، الاعياد اللي احنا بنحتفل بيها الى الان، زي مثلا اعياد شم النسيم وخلاص احنا داخلين عليه طبعا كل سنه وانتم طيبين، فعايزين نعرف دي فلسفتها ايه وبيحتفلوا بيها ازاي، وايه اللي احنا لازلنا محتفظين بيه الى الان من هذه الاعياد. ومعانا دلوقتي على الهواء مباشره دكتور وسيم السيسي الباحث في علم المصريات. صباح الخير يا دكتور، واحنا داخلين خلاص اهو على شم النسيم، ايه اصل هذا العيد او هذا الاحتفال في الحضاره المصريه القديمه؟ وكل سنه وحضرتك طيب يا دكتور. مصر كلها تكون بخير. الحضارة المصرية
قامت على الفرح وعلى العلوم. وعشان كده واحد زي إيميل لودفيج يقول أعياد العالم جميعا كلها انبثقت من مصر. في صدى الصوت بسمعه. طيب دكتور وسيم السيسي، يعني يمكن عايزين نعرف من حضرتك بقى طقوس المصريين القدماء في شم النسيم كانت ايه، وايه اللي اتبقى منها الى الان بنحتفظ بيه او لسه بنمارس هذه الطقوس الى الان؟ هو الحقيقه تقريبا احنا كل الطقوس اللي كانت تمارس احنا بنمارسها لغايه دلوقتي، بس انا احب القي الاضواء على بعض الحاجات اللي الناس مش واخده بالها منها. يعني مثلا الناس مش عارفه ان الملانه احنا بنحتفل بيها لانها في مصر القديمه كانت الاجراس التي تعلن مقدم الربيع او الصيف، لان كان هي الفصول ثلاثه في مصر القديمه، اخت وهو الفيضان، برت وهو الشتاء اللي احنا دلوقتي بنقول عليها بردت، هي من برت، وايضا شمو اللي هي الصيف، وشمو نجم يعني صيف جميل اللي هو شم النسيم دلوقتي. الناس ما تعرفش ان يعني اعياد مصر كان تقريبا نقدر نقول كل اسبوع في عيد، بس طبعا ما كان هذا لا يؤخر ولا يعطل من عمل المصريين، لانها حضاره قامت على العمل وعلى العلم. انما الناس ما تعرفش ان كان لابد يعني يتبع هذا العيد الجميل اللي هو شم النسيم، ويا ريت هذا العيد نعمله اسمه عيد طهاره القلوب. كان الاسره المتخاصمه مع اسره تانية تسارع بعمل فطيره اسمها فطيره طهاره القلوب. هذه الفطيره كانت تزين بالزهور والفواكه، وتسارع الاسره المتخاصمة إلى الأسرة الثانية وتقدم لها هذه الفطيرة. يا ريت احنا نعمل كده أما يبقى فيه يعني زعل بين حد والتاني أو أسرة والتانية أن يسارع، حتى لو كانش يقدر على مثلا فطيرة أو ترطاية تليفون، صباح الخير كل سنة وانت طيب، وأرجو أنك أنت بتزعلش مني أو إلى آخره. هذا التوتر المجتمعي اللي هم بيسموه توكسيك سوسايتي انفايرمنت، اللي هي مجتمع بيئي مسمم احنا بنقضي عليه بالصلح والمحبه، وان احنا نبدا بان احنا حاجه زي. فطبعا عيد طهاره القلوب كان دائما يتبع عيد شم النسيم. طب دكتور ايضا انما بقى الطقوس المعروفه بتاعت شم النسيم. اتفضل. اتفضل يا فندم، كمل فكرتك. اتفضل. انا كمان كنت حضرتك كنت اشرت لعيد طهاره القلوب. طبعا ايوه وانا بقول يا ريت احنا يعني ناخذ هذا التقليد. اتفضل يا فندم، كمل نقطه حضرتك. اتفضل. الو. اتفضل يا فندم، كمل يا فندم. طبعا بقى الطقوس بقى اللي هي الاخرى زي مثلا البصل اللي لازم نشمه صباحا، دي ماخوذه من طفل اللي هو الملك سنفرو اللي هو كان مغمى عليه، وبعدين شمموا بصله فافاق، فاعتبر ان البصل طارد للارواح الشريره. فعشان كده هذا التقليد لازال موجود عندنا خصوصا في الريف، تجد ان البيوت لبشت بصل متعلقه على باب البيت، وحتى دخلت في الفولكلور الشعبي. يعني فايزه احمد لما تغني وتقول ابعد يا شيطان ابعد يا شيطان، ان جيت من الباب هنصد الباب وحاجات كده. فطبعا فكره الحسد او الارواح الشريره او الى اخره، وازاي ان احنا نقدر نطردها بالخرز الزرقاء بالبصل بالحلو. مثلا على سبيل المثال الخص، على كان الخص يقدم لرب الخصوبة في مصر القديمة، وكان رب الخصوبة اسمه من M-I-N، والتي جاءت منها كلمة منوي، وأيضا جاءت منها الكلمة الإنجليزية سيمن. وعشان كده أحمد كمال باشا جمع لنا 15,000 كلمة مصرية قديمة إحنا بنقولها ولا نعرف أنها
كلمات مصرية قديمة. كمان يا دكتور فيما يتعلق بالتلوين البيض والسمك، لأنه كانوا بيعتبر المصري القديم ده أصل الحياة، ولأن المياه كانت أصل كل شيء، فكان في دايما ارتباط للمصري بفكرة أصل الحياة. هل المعلومة دي صحيحة؟ أصل الحياة، المعلومات دي صحيحة، لأن حتى مفتاح الحياة اللي هو العنخ، ولسه يعني أنا عندي كتاب كبير قوي عن هذا العنخ، وإزاي أنه كان مصدر من مصادر توليد الطاقة الكهربائية، ويريد تقرأ المقالة بتاعتي القادمة يوم السبت القادم إن شاء الله. المهم أن العنخ هذا هو التقاء السماء، وهو الضلع الأفقي بالأرض، وهي الضلع الرأسي، وتتولد الحياة التي على رأس بيضة اللي هي مفتاح الحياة. عشان كده نجد أن هذا المفتاح دايما باستمرار بيكون في أيدي الملوك وفي أيدي الناس، وبيعملوا يعني زينة يتعلق على لغاية النهاردة يعني. فطبعا البيضة هي معناها الحياة. فأضف إلى هذا بقى الفسيخ، هو طبعا الخلود بالنسبة للقرين اللي كان اسمها في مصر القديم الكع، لأن البا هي الروح، وهي التي كانت تصعد إلى السماء، وكانت تصعد أيضا يحملها طائر أخضر. وعشان كده نجد يعني على إذا رحنا المتحف المصري وبصينا على التوابيت نجد طائر أخضر، ولكن رأس الطائر هو رأس الممجد، الممجد هو المتوفي، وكانوا ما يحبوش كلمة الموت. يعني مخطئ من يعتقد أن الحضارة المصرية حضارة موت، هي حضارة حياة. فيعني السلم الموسيقي كله على سبيل المثال مصرية اللي عملته، الرقص كله بأنواعه المختلفة مصرية اللي عملته، بما فيها الرقص الشرق البلي دانسرز، الطب بكل يعني إبداعاته وإنجازاته. لسه أخيرا من حوالي شهرين صوروا موميا في المتحف البريطاني بقالها 100 سنة عندهم، فاكتشفوا أن هناك مسمار في العظم بتاع هذا هذه الموميا، لدرجة أن أحد كبار جراحي العظام في إنجلترا قال إنه تماما يشبه المسمار الذي نستخدمه الآن. ويا ليتن كنا عملنا هذه الأشعة من 100 سنة، كانت وفرت علينا الجهد وتعب تطوير دكتور حتى نصل طبعا. دكتور وسيم أيضا، وأنا بستمتع بقراءة كتاب حضرتك في البدء كانت مصر، يمكن حضرتك كنت أشرت إلى الكثير من أصول الأديان الإبراهيمية كانت في الحضارة المصرية القديمة، بما فيها فكرة عيد القيامة بشكل أو بآخر، وإحنا بنحتفل النهاردة كل سنة وحضرتك طيب أيضا بعيد القيامة طبعا. لكن البعض لم يربطه كثيرا بالحضارة المصرية القديمة، زي ما حضرتك طبعا أشرت في إشاراتك البديعة سواء في البدء كانت مصر أو المسكوت عنه في التاريخ أيضا هذا الكتاب الجميل. فلو حضرتك توضح لنا أيضا الارتباط ده ونحن نحتفل جميعا النهاردة بعيد القيامة. شوف حضرتك، أنا أرى أن الحضارة المصرية القديمة يعني الله لم يتركها بلا شاهد وبلا أنبياء. يعني أودريس اللي بننطقه غلط أوزوريس هو إدريس، وجاء ذكره في القرآن الكريم في مريم 56، أذكر في الكتاب إدريس أنه كان صديق النبي، فهذا يعتبر أول رسول. يعني آدم كان نبيا لم يكن رسولا، لأن ما فيش رسالة ما فيش ناس، وما من أمة إلا أرسلنا لها رسولا، وما من رسول إلا أرسلناه بلغة قومه، ومن الرسل من قصصنا عليك وما لم نقصص عليك. وعشان كده أنا استنتجت حتى أن النبي الوحيد الذي خطبه الله هو موسى عليه السلام، ولأن العبرية لم تظهر إلا بعد موسى بحوالي 300 سنة، يبقى لابد وأن الله جل جلاله خاطب موسى بلغتنا المصرية القديمة، وحين كتب له الألواح كتبها بالهيروغليفية، وهي الكتابة التي يفهمها واللغة التي يفهمها. وعشان كده يجب أن نتعلم هذه اللغة حتى نقرأ
تاريخنا العظيم اللي ما فيش تاريخ زيه. عمرنا ما سمعنا عن امريكانولوجي ولا بريتيشولوجي ولا فرانكولوجي اونلي ايجيبتولوجي. وبكل اسف احنا سايبين. يكفي حضرتك تعلم ان بارتيلوت وهو احد العلماء الالمان قرأ نصا في سقارة في هرم اوناس اللي هو ونيس دلوقتي. وكان هذا النص يقول كما أن النهر يفيض ويغيض ولكنه يفيض من جديد، والشمس تشرق وتغيب ولكنها تشرق من جديد، كذلك الإنسان يولد ويموت ولكنه يبعث من جديد، ولكن عليه أن يبعث نظيفا كزهرة اللوتس. وفيش هو أحلى من هذا الختام نختم بيه مع حضرتك يا دكتور وسيم. احنا بنشكرك شكرا جزيلا، كل سنة وحضرتك طيب، وربنا ما يحرمناش دائما من اطلالاتك المختلفة على التاريخ المصري. بشكرك شكرا جزيلا دكتور وسيم السيسي، كل سنة وحضرتك طيب. انترفيو كان مهم جدا على الهواء مباشرة للتوضيح يعني العديد والعديد وللتأكيد أكتر على عبقرية وعظمة الحضارة المصرية القديمة، لأن البعض أحيانا بيرجع أي علوم متطورة إلى العلماء العرب. كل الاحترام للعلماء العرب، ولكن دعنا نقول الحقيقة، وهي أن البداية دائما هي مصر، وكل حضارة بتبني على اللي قبلها. يعني حتى الحضارة العربية في العلوم هي بتبني في الأساس على المصدر أو الأساس في الحضارة المصرية القديمة، بحكم طبعا يعني أن هي منذ قدم التاريخ متأسسة. دكتور وسيم دائما ليه نظرياته الخاصة، قد يختلف معها البعض يتفق مع البعض، لكنها بالتأكيد نظريات مهمة ومؤثرة، وايضا تحتاج للقراءه كده برويه وتمعن. صحيح. نكمل بقى محركه واخبارنا، ونروح الاول نشوف ابرز منشطات الاخبار في صحافه اليوم، ونرجع لكم تاني. نروح بقى أنا ومها كده نشوف أحوال طبعا الطرق قبل ما ننزل من بيتنا هتكون عاملة ازاي النهاردة، وإن كان وانا جاي كانت الطرق فاضية الحمد لله، وانا كمان كانت حلوة قوي الصراحة، اجازات بقى كل الناس مسافرة واحنا قاعدين هنا مع بعض في يعني الناس كلها عشان في اجازة طويلة كمان شم النسيم، كله راح الجونة. عايز اقول لك يعني كل الناس اللي اعرفها في الجونة كل حتة ما في كل واحنا قاعدين كل حتة ما احنا مش يعني انا بقى عندي شوية حقد كده، حلو عشان نحتفل مع المصريين ونسلي برضو اللي يصحى الصبح كده ويبقى عايز يبدا يومه ان شاء الله ربنا يديه الاجر والثواب. واللي بيفكر يشتغل مذيع بقى يفكر تاني على فكره، يعني يعيد تفكيره مره تانية، لان الناس فاهمه ان الموضوع از روزي روزي. احنا بنشتغل في الاوقات العمل الرسميه واوقات الاجازات الرسميه، خلي بالكم.
طيب نشوف نشوف محركم الابلكيشن بيقول لك طبعا حصري لقناه 10. هنشوف كمان احوال الطرق عامله ازاي. اولا كوبري اكتوبر بمدينه نصر المهندسين شغال. كوبري اكتوبر من المهندسين لمدينه نصر بيتحرك. وكوبري 15 مايو من المهندسين لوسط البلد ماشي. كوبري 15 مايو من وسط البلد المهندسين مش بطال. وصلاح سالم من المطار للكورنيش شغال. صلاح سالم من الكورنيش للمطار معظمه سالك. والمحور من الشيخ زايد للمهندسين كويس. المحور من المهندسين للشيخ زايد جميل. عارف ليه كويس؟ عشان الناس بقى رايحه تطلع طريق اسكندريه استحمام. حسام مركز قوي، انا ملاحظه ان انت يعني عندك يعني مش بتحسد ولا بتحقد خالص على سكه اللي رايحه، مفيش حد سكه اللي جاي. بالظبط كده. طيب خلينا كمان نطمن على حاله الجو. في الحقيقه انا شخصيا امبارح ابتديت اصيف بقى بصراحه، ما بديهاش بقى الجو. امبارح كان حر قوي بالليل، الصبح وبالليل. فالارصاد بتحذر من ارتفاع درجات الحراره بالنهار بشكل كبير، ولسه بالليل هيكون برد شويه. دي معلومه جديده فبلاش، او جديد علينا كمان، فبلاش نخفف لبسنا وخلوا معانا دايما جاكيت واحنا خارجين بالليل. تعالوا بقى نروح نشوف درجات الحراره ونرجع تاني ونبقى نعرف التفاصيل اكتر كمان عن الجو بكره في شم النسيم من دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه. في خبر جميل الحقيقه بنتمنى استمراره وتعميمه كمان على جميع القطاعات المصريه، وهو تبادل الخبرات اللي بيحصل ما بين الدول من بين الاتفاقات اللي تمت مؤخرا، والمبادره سافر طبعا بسببها امبارح دفعه من الاطباء المصريين لانجلترا. هنكمل لكم الخبر ده لانه مهم جدا، لكن زي ما قلنا احنا عايزين نطمن بقى على حاله الجو بكره في شم النسيم، خصوصا ان انا شخصيا من الناس اللي صيفت تماما امبارح. معانا دكتور محمد عبد العال. دكتور احمد عبد العال. دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد. صباح الورد يا دكتور، وعايزين نطمن بقى على الحاله الجويه بكره، وخصوصا ان في ناس صيفت امبارح، انا واحده منهم في الحقيقه. صباح الخير على حضراتكم وعلى الساده المشاهدين. اسمح لي في البدايه اتقدم الى الاخوه المسيحيين بمناسبه عيد القيامه المجيد، يعود عليهم وعلينا وعلى كل المصريين يا رب ومصرينا الحبيب كل خير والسعاده. النهارده احنا درجات الحراره زي ما انتم وزعتوها كده عاليه. النهارده 34 في القاهره، فالجو حر وان كان في الجنوب بيبقى شديد الحراره في النهار، لكن في الليل ما زال بيبقى بارد. بكره هيحصل انخفاض حوالي 3 درجات على القاهره وعلى شمال البلاد عامه عن النهارده، لكن عموما هو الجو ده جو الخروج الى المتنزهات والشواطئ، وفعلا احنا ممكن جو البحر ده يا دكتور يبقى حلو قوي على البحر الجو ده. جدا جدا جدا، بس ارجو ان الساده اللي هم هيقعد على الشواطئ فتره صغيره من الساعه 12 لحد الساعه 3 بيبقى الفتره دي خطيره جدا على الجلد، فيعني يكتفي ان هو في الفتره دي يبقى قاعد تحت الشمسيه ويبتعد عن الشمس المباشره، سواء في الشواطئ او في المتنزهات. المتنزهات لو قاعد يبقى في كاب او شمسيه او ما شابه عشان يخفف ضرر الشمس عليه. احنا فعلا دلوقتي نقدر نلبس ملابس خفيفه في النهار، لكن ما زال بالليل بنلبس
جاكيت تقيل معانا لان ما زال بالليل بيبقى بارد. طيب ومفيش اتربه يعني برضو اللي حب يخرج للحدائق ومتنزهات بكره في القاهره وكده؟ جو جميل. لا جو جيد حتى اخر اسبوع ان شاء الله. بالليل ياخد جاكيت تقيل او حاجه ولا جاكيت تقيل ولا جاكيت عادي؟ اصل في جاكيت يعني دمي سيزون كده. لا معايا جاكيت لان ما زال بالليل بارد. اوكي طيب خلاص طيب. بشكرك شكرا جزيلا دكتور. كل سنه وحضرتك طيب كمان. اتمنى لك اجازه سعيده. ونروح بقى معاكم الخبر اللي انت الخبر الخبر اللي احنا بقى كنا بنكمله مع بعض وهو طبعا يعني زي ما كان ايام محمد علي باشا وبيقول لك يعني ارسال البعثات العلميه الى اوروبا. من بين الاتفاقات اللي تمت مؤخرا كانت المبادره اللي سافر على يعني بسببها امبارح دفعه من الاطباء المصريين لانجلترا عشان يتدربوا على اليه تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل، وال25 طبيب استقبلتهم دكتور هاله زايد وزيره الصحه قبل سفرهم واكدت لهم على اهميه سفرهم وتعلمهم. طيب كمان سفر ال 25 طبيب دول جه ضمن البروتوكول اللي تم توقيع ما بين وزاره الصحه وبين الجانب البريطاني علشان تعليم وتدريب الاطباء المصريين، بتتحمل تكاليفه بالكامل وزاره الصحه. ليه بقى؟ عشان يتم رفع مستوى الاطباء دول بشكل مميز وبالتبعيه يحصل ارتقاء في المنظومه الطبيه بالكامل، خاصه واحنا بنطبق نظام التأمين الصحي الجديد إن شاء الله. بس خلينا نقول إن ده بيحصل طول الوقت برضو، بيكون في طبعا سفر. بس اللي أنا فهمته ويمكن نفهم أكتر إنه البعثة دي تحديدا صحيح. عشان هتكون يعني مركزة على الآليات اللي بتستخدمها بريطانيا صحيح. في التأمين الصحي عشان نقدر نطبقها إحنا هنا. بالظبط. كمان وزارة الصحة أكدت إنه الاتفاق بيشمل تدريب 100 دكتور ومدته هيكون 8 أسابيع وعلى جزئين، جزء أول في إنجلترا والجزء الثاني في مصر. والوزير اكدت كمان انه الاختيار للدكاتره جه من المحافظات اللي هيتم فيها تطبيق القانون التامين الصحي الشامل بشكل اولي، يعني منهم مثلا محافظه بورسعيد اللي هنبدا بيها. ونتمنى طبعا انه حاجه زي كده تستمر وكل اطباءنا يتدربوا وان شاء الله نشوف هذه المنظومه ناجحه. يعني طبعا هو في الاخر بيخدم المواطن المصري وهيلاقي وقتها خدمه طبيه مميزه وكمان على اعلى مستوى. الخبر الثاني في الحقيقه ان في مجموعه من المسؤولين في اسكندريه قرروا ان هم يغيروا من شكل ساعه الزهور اللي موجوده في باب شرقي واللي كان شكلها متبهدل شويه في الفتره الاخيره. يعني مثلا الزهور اللي كانت موجوده في الساعه دبلت طبعا والعقارب بتاعه الساعه كانت واقفه ما بتتحركش، وده بسبب انه الصيانه اللي كانت بتتعمل كل فتره غايبه بقى لها فتره طويله. على مدار شهرين استمرت اعمال الصيانه لدرجه ان في عدد من المواطنين كمان ابدوا استياءهم من طول فتره الصيانه وصوروا الساعه وابدوا اعتراضهم على شكلها على صفحاتهم الشخصيه. لكن محافظ الاسكندريه او محافظه الاسكندريه اصدرت بيان عشان يردوا فيها على الانتقادات دي كلها وقالوا ان الصور اللي كانت انتشرت ما كانتش لسه للشكل النهائي للساعه اللي مر على انشائها 53 سنة وبتعتبر من معالم الاسكندريه. يعني شوفوا الصور قد ايه جميله، فعلا جميله جدا جدا جدا، قطعه فنيه يعني. الناس كانت بتشتكي ان هم فرشوها موكيت يعني، وده طبعا احنا في عيد الربيع وكنا نتمنى يفيه اهتمام. هو في لجنه بيتم تشكيل لكن هي لسه لم تنتهي بشكل كامل من اعمال التجديد، يعني خلينا نقول وان شاء الله تعود لرونقها ونحتفل في عيد الربيع القادم ان شاء الله بهذه الساعه في بدايه عيد الربيع. عايزين نقول كمان ان البيان قال انه مش هيتم اخراج الشكل النهائي لساعة الزهور، انه مش هيتم الشكل النهائي لساعة الزهور الا بما يرضي طبعا الذوق العام السكندري واللي بيحقق ضمان الاستدامة والصلاحية لفترات طويلة. وطالبوا كمان المواطنين بان هم يستنوا شوية لحد ما الشكل النهائي للساعة يخرج. يعني الصور المنتشرة دلوقتي دي مش الشكل النهائي للصورة، وكان في بعض طبعا الشكاوى المختلفة. انا شفت بعض الصور دي الحقيقة، يعني الواحد زعل برضو الحقيقة شوية. بس هم ما بيقولوا انه في لجنه بتم تشكيلها وان هي هتعود مره اخرى بس نطول بالنا شويه لانه طبيعي لانه قعدت فتره طويله ما فيش صيانه، فاكيد هتاخد فتره طويله علشان تتعالج. بس نتمنى بقى ان بعد كده تكون دايما الصيانه في مواعيدها بشكل منتظم. طيب الشركة الأفريقية الخاصة بالأمن والحراسة كمان بتعلن عن وجود فرص عمل بمرتبات مجزية ومميزات مهمة جدا، من بينها طبعا التدريب والتأمينات الاجتماعية وكمان الزي الموحد والوجبات، وده عشان يشاركوا في تأمين كأس الأمم الأفريقية. يا حسام الناس يعني بتستعد لكأس الأمم الأفريقية وده حدث هام جدا جدا لازم نكون جاهزين فيه على كل المستويات. طيب هيكون معانا دلوقتي من الشركة الأفريقية الخاصة بالأمن والحراسة الدكتور أي حسام، أيضا مسؤول الـ HR أو الموارد البشرية
في الشركه. اهلا بك يا فندم منورنا، صباح الورد وكل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب يا فندم، صباح الخير. طيب لو حضرتك ممكن تدينا تفاصيل اكتر طبعا عن عمليات التامين والحراسه، وهل تم مثلا وضع خلينا نقول زي كود لطريقه التعامل مع الجمهور، وهيبقى في جمهور كبير سواء مع طبعا الشباب او مع السيدات او غيره، يعني لو تحطنا برضو في اجواء الاستعداد لنقطه زي كده. والله احنا حاليا مهمتنا يعني او شغلنا الشاغل الفتره دي هي انتقاء الشباب اللي هيبقوا مسؤولين عن تامين البطوله. طبعا هيتم تدريبهم على اعلى مستوى ومعايير عالميه لكيفيه التعامل مع الجمهور واساليب جديده لدخول الجماهير بدون حدوث تجدس وامن وسلامه الجماهير. كل ده طبعا هيبقى فيه تدريبات الفتره الجايه ان شاء الله هتبدا تقريبا في خلال 20 يوم. هنبتدي ندرب كل الشباب اللي استقبلوا ان هم ازاي يتعاملوا مع التقنيات الجديده اللي هنشتغل بيها، زي مثلا الكاميرات الحديثه واللي مربوطه بقاعده بيانات المشجعين من خلال حجز تذاكرهم، هيبتدوا يحجزوا التذاكر بالبيانات والصور، ومنظومه الكاميرات هتتربط بيها عشان في حال حدوث اي مخالفه نوصل للشخص اللي عمل المخالفه دي فورا طبعا ونتخذ الاجراءات القانونيه. ده مهم جدا يا فندم علشان ما نشوفش الفوضى اللي كانت بتحصل قبل كده في الماتشات بشكل عام، ولكن عايزين نعرف برضو شروط التقدم، ايه اللي مطلوب، ايه اللي لازم يكون متوفر فيه اللي حابب ان هو يتقدم للشغلانه دي، ان هو يكون يعني يتدرب على الامن والحراسه، ويعني ايه اللي مطلوب، ايه الشروط المطلوبه؟ الشروط ان هو يبقى عنده من 21 ل 40 سنه، مؤهل متوسط فيما فوق، لديه صفحه جنائيه نظيفه، ليس لديه اي مانع صحي من مزاوله المهنه. تمام. هم فقط اربع شروط. تمام، لما حضرتك بتقولي مانع صحي بمعنى برضو نوضح اكتر، هل في بمعنى ما عندوش اي مشكله صحيه تمنعه من العمل كفرد امن، خصوصا ان ممكن في ايام توصل ساعات العمل يعني او تطول ساعات العمل شويه عن 8 ساعات، فما يبقاش عنده اي مانع يمنعه ان هو يعمل ساعات. طيب طرق التواصل والتقديم ايه؟ التقديم ان هو بياخد نسخ من اوراق رسميه يعني المؤهل لموقف التجنيد، صور البطاقه وشهاده الميلاد. أيوة. بتعرضها على مقر الشركه بميدان المحكمه مصر الجديده. أوكي. وبيعمل المقابله، ولو ورقه كمان جاهز معاه بيمضي العقد في نفس اليوم. طب معلش هسال حضرتك سؤال برضو ممكن يفيد، عشان بقدمنا خدمه بقى كامله للجمهور، حضرتك بتقول بمرتبات مجزيه وكده، هل ممكن نعرف الرينج من كام لكام، وبيتوقف على ايه مثلا اعطاء المرتب وفقا لاي قدرات، بيزيد او بيقل؟ هو مبدئيا المرتبات بتبدا من 3000 جنيه، الحد الادنى 3000 جنيه، ده في حال ان هو ما عندوش اي خبره في مجال الامن. طبعا بتتحدد بالخبره، لو حد عنده خبره في مجال الامن طبعا مرتب بيبقى ازيد من كده على حسب سنين الخبره وعلى حسب السن وعلى حسب حاجات ثانيه كتير. بيوصل لحد بحد اقصى كام مثلا؟ هو بحد ملوش يعني ما فيش حد اقصى نقدر نحدده، بس احنا طبعا بنشوف قدرات وخبرات المتقدم وبناء عليه بيتحدد مرتبه. ماشي. بس هو مبدئيا 3000 جنيه صافي. صافي تماما. طوال مده البطوله وبالشهر ولا بالشهر صح؟ لا هو بالشهر ولكن مش بمده البطوله. هو مبدئيا بيبدا من اوائل شهر 5 على حسب الدوره التدريبيه اللي هيبداها تاريخها كام، ولحد نهايه البطوله دي اول جزء، بعد كده في تثبيت للعناصر المتميزه عشان يكملوا معانا في الشركه، لان الشركه طبعا دي اول خطوه ليها، لكن بعد كده هيبقى لينا مهام اخرى ان شاء الله. دكتور اي حسين بنشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل، واعتقد ان دي برضو فرصه لكثير من الشباب ان هم يشتغلوا ويتقدموا لهذا العمل. حاولنا نقول لكم خلال صباح الورد برضو اللي عايز يقدم، ومرتبات مجزيه حد ادنى 3000 جنيه في الشهر، ممكن يزيد بحسب الخبره. النهارده ايه بقى معانا عندنا؟ احنا النهارده في ذكرى ميلاد واحد من اهم الفنانين المصريين، وهو النجم الكبير رحمه الله عليه نور الشريف. نور الشريف زي فنانين كتير جدا كبار ومهمين في مصر قدموا لنا اعمال جميله وبديعه عاشت معانا طول الوقت. احنا بنحتفل بذكرى ميلادهم لان الفنانين اللي زي نور الشريف فنهم طبعا بيخلدهم طول الوقت، وهو تحديدا كان من الفنانين في الحقيقه المثقفين جدا جدا والمتطلعين والمتطورين دايما في التطلع
للثقافات الاخرى. نور الشريف قدم لنا ادوار وشخصيات مختلفه، كل شخصيه كانت ليها طابع مختلف تماما عن الثانيه، وكان بيختار الشخصيات الصعبه في التناول، وكان بيدخل في صراع كمان مع نفسه ان هو يجسدها في افضل شكل. وكمان كان اكتر فنان بيحب يشتغل مع مخرجين لاول مره، يعني كان عنده هذه الجراه كمان ان هو يكتشف الوجوه الجديده في الاخراج، وهو اللي طلع مع محمد خان وعاطف الطيب المخرجين دلوقتي اللي بيعتبروا من اساطير الاخراج في السينما المصريه. ومش هننسى طبعا الفيلم العظيم، فيلم ناجي العلي اللي جسد نور الشريف في هذا الدور، فيلم عظيم في الحقيقه. كمان من الفنانين القليلين اللي كانت ابداعاته في السينما والدراما والمسرح كلها قويه، يعني صحيح. كان متنوع في كل انواع الفنون، مش بس في السينما ولا في الدراما ولا في كل انواع الفنون، كان قوي ومثقف زي ما انت قلت. ربنا يرحم طبعا الاستاذ نور الشريف، وكان محب يعني اخر لحظه لفنه حتى اخر فيلم، ويرحم الدفاس وطلبه ابو دقشوم بصراحه اللي كانوا عارفين اصول التخزين يعني من اول ما ماتوا اصول التخزين باظت. انت شفت طبعا اتجننوا يعني في اخر الفيلم خالص، شقه عمري وكده، كان ماستر سين في الحقيقه. طبعا ده سر، ده سر طبعا خلينا نقول خلود فنون نور الشريف اللي كمان كان حريص على الانتاج. احنا كنا نسينا نقول الموضوع ده، ان هو انتج الكثير ايضا من الافلام، صحيح. منها ناجي العالي اللي انت اشرتي ليه، ومنها ايضا الخوف طبعا الكبير سعيد مرزوق، اكثر من 240 عمل من اهم الاعمال في المكتبه السينمائيه والدراما التلفزيون المصريه. ووالدي في الحقيقه يعني الله يرحمه ورحمه الله عليه كان يعني مخرج منفذ في فيلم ناجي العلي، فانا ليا ذكريات في الحقيقه مع هذا الفيلم، لانه كمان اتصور مشاهد كتير منه في بيروت، و كنت جبت لنا صور كان ثري مش كده؟ كنا جبنا صور وعرضناها، هنصور لكم على صور بقى لو لسه عندنا صور موجوده في صناعيه الفن. ايوه في صناعيه الفن الجزء الجاي. طيب هنروح دلوقتي مع حضراتكم في خدمتنا النهارده في مصر، واللي بنعرف منها ابرز الاحداث والفعاليات. خليكم معنا.
ما شفنا مع بعض اهم الفعاليات اللي هتكون موجوده في مصر النهارده. في فيديو في الحقيقه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لشمبانزي وهو بيتصفح مجموعه من الصور على الانستغرام زي ما حضراتكم شايفين معانا دلوقتي. ومش بس كده، ده مركز وبيختار بدقه الفيديوز اللي عجباه وبيشوفها عجباه ولا لا عشان يفتحها، يعني مش بيفتح اي حاجه الراجل، يعني سو سيلكتيف. بصوا يعني الشمبانزي معروف يا جماعه ان هو من الحيوانات الذكيه جدا جدا، وتكاد تكون يعني الاقرب للانسان في الحركه وفي الذكاء. بس بص يا جماعه، يعني اللي يركز هو بيعمل باك وبيرجع بيختار. أيوة. يعني هو بيشوف الفيديوز، الراجل عنده وجهه نظر وبيختار. بس ده مش خليك تسالي سؤال كده صعب، ايه بقى هل الانسان اصلا؟ لا لا، بصوا يا جماعه، خلينا نقول ان داروين في نظريه التطور اتكلم عن التطور المادي يعني الجسدي، ولكن التطور الروحاني قصه تانية خالص. يعني التطور الروحاني ده دي مرحله بقى بتشمل يعني التطور الكوني بشكل عام، او برضه ما قالش سكان كوكب الارض بشكل عام زي ما الناس معتقده انه بالشكل الصريح ده بالظبط اصله قرد. يعني في ناس فاهمه النظريه غلط، يعني الناس تقرا الكتاب عشان تفهم عشان بالظبط. بس على اي حال اهو ممكن فيديو زي ده يخليك تفكر شويه. لا يا جماعه، ايه المشكله يعني ان احنا نشوف ان ما هو طبيعي اما بيبقى فيه اصلا بلانيت اوف ذا ايبس. مش شفت بلانيت اوف ذا ايبس؟ ذا رايز اوف ذا بلانيت اوف ذا ايبس، صحيح. وبعدين يعني ثانيه واحده، مش بس كده، انت دلوقتي لما بيجي ناس تعمل ابحاث، ما بتعمل ابحاث على الحيوانات عشان تطلع علاج للانسان. فبس خلينا بس ناخد الموضوع ده من زاويه الطف بكتير ومتطوره اكتر بكتير، ان احنا ما نسخرش من مخلوقات ربنا. ده في الاخر مخلوق من مخلوقات ربنا. الحيوان ده بالظبط. يعني بلاش مش يدعو للتأمل يعني. أيوة بالظبط، لأن الناس في الحقيقة بتتعامل مع الحيوانات بشكل غريب جدا، من باب أن يعني إحنا أعلى. هي قصة مش إحنا مش جينا تنافس على فكرة مين الأعلى ومين الأقل، إحنا في الآخر يعني دي مخلوقات ربنا ولازم نرعيها. يعني نروح، أنا بحب مهلا ما تتحمس صح الحيوانات، لازم أي فرصة دافع بيها على الحيوانات. وهي علمتني كتير في الموضوع ده، عايز أقول لكم يعني أثرت عليا تأثير قوي وجبار. هنروح وراكم لفاصل، وبعد الفاصل نرجع بقى وحقوق الملكية الفكرية. جديد ويوم 26 ابريل اللي بيحتفل العالم باليوم العالمي للملكية الفكرية، واللي مش بتقتصر بس على مجالات الفن والادب، لكن بيشمل كمان كل اشكال ابداعات العقل. النهارده احنا بنحتفل باكاديمية البحث العلمي بتحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية عفوا، تحت شعار للذهب نسعى الملكية الفكرية والرياضة. هنقول لكم طبعا تفاصيل الاحتفال، وهنتكلم في تفاصيل اكتر كمان عن مفهوم حقوق الملكية الفكرية في مصر مع ضيفنا، وهو دكتور محمد بشر المتخصص في حقوق الملكية الفكرية. اهلا بحضرتك، صباحك صباح الورد. اهلا وسهلا فندم. اهلا بك يا فندم. هسألك السؤال التقليدي اللي سألته كتير جدا وهتسأله تاني عشان احنا لسه محتاجين نزود الوعي اكتر.
حقوق الملكية الفكرية ده مفهوم عام بيخش تحتي مجموعة من الأشياء، لو تدينا أبرزها، لأنه البعض مثلا بيقصرها على فكرة إيه براءة الاختراع مثلا أو تسجيل شركة، لكن الموضوع أصبح أوسع من كده. هو تسجيل الشركات لو تسجيل علامة تجارية الشركة. تسجيل علامة تجارية. هو لا، الملكية الفكرية هي براءة الاختراع، النماذج الصناعية، البيانات، العلامة التجارية، المؤشرات الجغرافية. المؤشر الجغرافي ده اللي هو مثلا زي الجبنة، زي نوع من أنواع الجبن بيتعمل في دولة معينة في مقاطعة معينة، فدي اسمه مؤشر جغرافي غير العلامة التجارية. هنقول يعني مثلا ممكن الفكرية دي تبقى مثلا أكلة زي ما بشوف صراعات مثلا دلوقتي على الأكلة، ممكن الفلافل دي مصري، كل لا دي إسرائيلي، هي كل نتاج إبداع الفكر البشري والإنساني. تمام، بس كل ما هو جديد. هنقول مثلا زي حاجه اسمها زي الاصناف النباتيه، زي البرامج الحاسب الالي النهارده بقت من ضمن حقوق الملكيه الفكريه، حق المؤلف، حقوق المؤلف والحقوق المجاوره، هي مجالات واسعه. يعني يمكن احنا اكتر حاجه في الوسط بتاعنا بنتكلم على حقوق الملكيه الفكريه، حقوق فكره البرنامج مثلا، لو انت ليك فكره برنامج بمسمى معين بتروح يعني مفهومها ان انت بتروح تسجلها في شهر العقاري علشان ما حدش ياخدها او يستولي عليها، او عايزين نعرف يعني ليه تخصص يوم عالمي لنشر الوعي بحقوق الملكيه الفكريه، وبدا امتى هذا اليوم؟ يعني اكيد طبعا الامم المتحده هي اللي اطلقت هي هذا كانت اليوم. الويبو المنظمه العالميه للملكيه الفكريه. تمام. سنه 2000 الاعضاء قرروا ان هم يعملوا يوم للاحتفال بالملكيه الفكريه علشان يبداوا يوجهوا اهتمام الناس لموضوع الملكيه الفكريه وحمايه الملكيه الفكريه وشجعوهم على احترامها. فحددوا يوم 26 ابريل اللي هو تاريخ انشاء منظمه المنظمه العالميه للملكيه الفكريه سنه 1970. اوكي، يعني ده تاريخ انشاء المنظمه. تمام. 26 ابريل 1970، فهم قرروا اليوم ده الدول الاعضاء قال لك لا احنا هناخد اليوم ده للاحتفال باليوم العالمي للملكيه الفكريه. مين بقى الدول الاعضاء؟ 192 دوله. حضرتك بتتكلم على من سنه كام؟ 79؟ من سنه 1970. 1970 يعني العالم المتقدم بيتكلم في هذا الموضوع من سنه، من يعني عندهم هذا الوعي او التفتوا لاهميه الملكيه الفكريه من سنه 70. احنا لو هنتكلم في الموضوع ده هنتكلم من سنه 1400 وحاجه العالم بدا يتكلم عن الاختراعات كمان، وبدا مع عصر الطباعه وجوتنبرغ كان لازم يبدا يبقى في حق الملكيه الفكريه للاختراع. طب تعالى بقى مصر بقى، عايزين نيجي على مصر في الحقيقه، وانا يمكن من اكتر ترتبنا فين اصلا يعني من 20 سنه فعلا احنا كنا اول ما سمعنا في الوسط بتاعنا يعني على حقوق الملكيه الفكريه او فيما يخص يعني في مجال الشغل في الميديا كان المنتجين، منتجين الكاسيت والمزيكا، ويمكن كان اكتر حد اسمه دايما بيتردد في هذا الشان المنتج محسن جابر علشان يحمي اللي هي الملكيه الفكريه، لان خلاص بقت الالبومز زي ما بنقول بتتعرض على النت والى اخره. فاحنا كمصر بقى قبليها بقد ايه احنا بدانا نبحث في هذا الشان او نلتفت ليه بشكل عام، مش المزيكا لا بس؟ احنا كان موجود عندنا قوانين الملكيه الفكريه من سنه 50 و59، حق المؤلف قوانين مستقله، ولكن سنه 2000 صدر القانون رقم 82 لسنه 2000 اللي هو جمع كل القوانين ديت في قانون واحد اسمه قانون حماية الملكية الفكرية. أوكي. عام 2000 وبدأ في حيز التنفيذ ونزلت له لوحة تنفيذية. عام 2000 من عام 2000 مصر مهتمة بيها. ترتيبنا احنا كان السنة اللي فاتت او كان في ما مش عايز اقول بقى في مسابق كان ترتيبنا متأخر جدا، ولكن مثلا من 2017 ل 2018 تقدمنا 10 مراكز مره واحده من 105 ل 95. ده حلو قوي ده، وده بيشمل بقى كل حقوق الملكيه الفكريه. لا مش غير كل حقوق الابتكار والبحث العلمي والملكيه الفكريه. ده تقرير من منظمه الوايبو هي اللي قالت يعني تقدمنا 10 مراكز بس احنا لسه 95. 95 لا بس معنى كده ان في انجاز، احنا ما تقدمناش 10 مراكز مره واحده يعني. بس ليه بقى احنا ما نقدرش نبقى من ضمن يعني ال10 او ال20 او ايه اللي ينقصنا بقى؟ هو ده اتجاه الدوله دلوقتي ان وزاره البحث العلمي في دوراتها في نشر وعي الملكيه الفكريه في اهتمام بالابتكار. طب ما تخلينا نبقى ايجابيين اكتر وتقول لنا ايه العوامل اللي خلتنا نقفز القفزه بتاعت ال10 مراكز دي؟ ان هي اهتمت وزاره البحث العلمي بالبحث العلمي وتسجيل براءات الاختراع، وزادت الموازنة بتاعتها بشكل كبير، عملت مراكز جديدة، استدعت ناس خبراء علشان يبدأوا يشتغلوا على تطوير مصر أو تطوير المركز أو تطوير مصر في الابتكار. زادت تقريبا براءات الاختراع 29.8% خلال سنة. تمام، فلا احنا بنتقدم يعني احنا ايه بنجري في الموضوع، كنا الأول قاعدين لا دلوقتي بنجري في اهتمام مكتب براءات الاختراع، في سرعة إجراءات، في اهتمام، في متخصصين، في تدريبات كتير جدا للمهتمين بالملكيه الفكريه من وزاره البحث العلمي، في تدريبات من الويب مجانا. بدا نشر الموضوع. حضرتك بقى ممكن تعلق وتشرح للناس ايه اللي موجود هنا؟
موجود هنا ده ترتيب مصر للعالم الاقليمي بمؤشرات الابحاث والتطوير اللي هو الار ان دي بتقرير التنافسيه. هنا كفاءه عمليات البحوث والتطوير بالدوله احنا ترتيبنا عالميا 59، ترتيب اقليميا اللي هو في الشرق الاوسط والوطن العربي ترتيبنا السادس. الانفاق على البحوث والتطوير كنسبه من الناتج المحلي، النهارده الدوله خدت اتجاه ان هي تنفق على البحث العلمي فزودت الموازنه بتاعه البحث العلمي. فاصبحنا في ترتيب ال 50 والاقليم احنا ال 40. كفاءه مراكز بحثيه بالدوله عندنا مراكز بحثيه في مصر، مراكز بحثيه متخصصه في مصر، كفاءه مراكز بحثيه احنا الثاني اقليمي 32 عالمي، ده مستوى كويس جدا على فكره. طب كويس. معدل نمو مؤسسات الابتكار والابداع 53 وترتيب اقليمي 7، ده تقدم يعني. احنا ده كان لسه 59 من كام؟ من كام معلش من كام؟ 53 كان من 150. لا اللي هو 59 من 150؟ من 150. تمام. طب وازاي ده اربطه يعني طبعا ده جزء تحت الكلف الفكري لكن هي اوسع من كده. المكافئة يعني في جزء ليه علاقه ببراءات الاختراع والافكار كل ده بس ما عدا النظريات يعني احنا المكافئة الفكريه ما ينفعش تسجل نظريه. يعني ايه بقى النظر؟ لا يعني ايه مش فاهمه. يعني نظريه علميه يعني مثلا عملت بحث علمي قدمته في جامعه تمام ممكن اعمله ككتاب مؤلف، انما نظريه مثلا حسابيه او رياضيه او طريقه تشغيل او نص الماده 141 من القانون 230 يعني لو مثلا حد زي اينشتاين كده بالنظريه بتاعته لا. دي ما ينفعش. لا نظريه النسبيه ما ينفعش اسجلها. يعني ما ينفع لو انا عامل حاجه زي نظريه النسبيه ما ينفعش اسجلها. ما بيدينيش الحق ده والاتفاقيات الدوليه ما بتدينيش الحق ده. ده ليه بقى؟ هل ده عالميا متخذ؟ بس في جدل دلوقتي قيد يعني في اتجاه عالمي جوه الويبو ان احنا ما نقيدش المكافئة الفكرية عشان نبدا نتيح العلم للناس. فلو احنا قيدنا موضوع او هم قيدوا موضوع النظريات العلمية تمام انا كباحث مش هقدر استخدمها. يعني ده للمصلحة العامة اروح اخد منه هو اذن. يعني ده للمصلحة العامة للعلم يعمل التوازن. اوكي يعني التوازن انك تتكسب من فكرك وبرضه مصلحه العلم او المصلحه العامه للعالم بشكل عام. طب احنا كل ده احنا مركزين على البحث العلمي بس ولا كمان الحاجات الادبيه يعني مثلا سيناريو او كتابه او لا ده موجود من زمان جدا ده اوريدي موجود بقى او الكتابات او الكلام ده والصور ولا اللي هو الفن التطبيقي كل ده موجود. اوكي تمام. احنا الجديد عندنا اللي هي براءات الاختراع تجاه الشباب المصري انه يبدا يعمل اختراعات ويبدا يجري على البحث العلمي يسجل ويبدا يشوف او حد متخصص في المكان الفكري عشان يسجل له اختراع. وخدنا براءات كتير مصرية وأجنبية. أنا شايفة أن حضرتك معاك حاجة كنت عايز تتكلم فيها الورقة. لا مش حاجة دي بس بعض البوينتس أو في بوينتس معينة. طب نخش بقى في القضايا الشائكة شوية. طب دلوقتي اللي هي فكرة إنترنت الأشياء مع كل شيء دلوقتي خلاص إنترنت وإحنا في عصر الديجيتال وده بيتيح طبعا الكوبي والشير أو أحيانا صعب تعرف مين اللي قدر أنه يسرق الفكرة أو يوصل الفكرة لأنه كل شيء على المشاع. طيب في ظل بقى العصر ده ايه الضوابط الملكيه الفكريه المفروض يتم اتباعها وايه اللي بيحصل دلوقتي عالميا كمان لانه ده جدل عالمي خلينا نقول مش بس جدل عالمي انت دلوقتي صعب انك تتراك مين اللي بيسرق له مصاب على فكره تتراك مين اللي بيسرق ده نمره واحد لسبب مثلا خلينا في الاغاني النهارده الاغنيه بتنزل والافلام يعني الفيلم بيبقى في السينما دلوقتي في كل حته في مواقع متخصصه ان هي تنزل على اليوتيوب والافلام لا الموضوع يا جماعه كنترول على فكره بس الناس تعرف طريق اللي هي هتمشي فيه عشان تاخد حقها. الاغنيه نزلت النهارده نزلت على النت انتشرت الاغنيه ديت في حق ملكيه فكريه اللي هو حق اسمه حق الحقوق المجرد المؤلف. حضرتك دلوقتي النت الجهه الوحيده المختصه بيها عشان تقدر تضبط لو انت مش عارف مين الموقع ومالوش صاحب ومالوش شركه بالظبط مالوش مكان محدد هتروح على التوثيق المعلومات وزاره الداخليه اللي هي في الامن العام في العباسيه هتعمل بلاغك هناك ان ده في اعتداء على حقوق الملكيه الفكريه او سرقه حقوق الملكيه الفكريه من الموقع الفلاني هتقدم بلاغك عادي جدا هتتبعه هيجيبوا موقعه هيجيبوا الاي بي بتاعه هيعملوا بلاغ ضده تمام هيجهز لك التقرير بتاعك هيبعته للنيابه العامه هيتحبس. لا بس ده في مواقع على فكره قديمه وموثقه يعني ليها مصداقيه عند الناس بيعملوا داونلود الافلام لا للاغاني كمان الاغاني كل ده ممنوع لان ده استيل على حق الملكيه الفكريه للمنتج بتاع الاغنيه او الفيلم او متفقين هو ممنوع بس هي الحاجات دي مكمله بقى لها سنين دي موجوده عشان ما حدش بياخد الاجراء ضد والاجراء اللي حضرتك بتقوله ده هل ده ان انا اجيب حد جوه مصر طب لو الاي بي ادرس ده او غيره بره مصر نعمل ايه حقك لان في اتفاقيه بيرن وفي اتفاقيات هي الويب ايوه ما انت ادينا بقى المعلومات دي عشان نفهم بتبدا تقضيه بتبدا تاخده في التحكيم تبدا تقضيه في دولته نفسها عشان تاخد حقك منه ازاي بقى في دولته يعني اعمل ايه يعني حضرتك مجرد ما حددته هتروح يعني نشرح الناس بمثل انا دلوقتي مثلا راجل منتج سينمائي تمام صح وحطيت الفيلم نزلت فيلم في السينما لقيت موقع في صربيا مثلا ولا في اي دوله واخد عضو في المنظمه العالميه للملكيه الفكريه لازم تبقى اول عضو تمام عشان تقدر لو مش عضو خلاص كوسامون طيب الله ينورك طيب
عضوة نعمل ايه بقى؟ عضوة نعمل ايه بقى؟ هتشوف محامي هناك اسمه وكيل ملكية فكرية، وكيل حماية حقوق ملكية فكرية بيبقى فيه وكلاء، هتوكله وهتقول له والله ان المكان الفلاني الموقع الفلاني في دولة كذا عمل كذا، هيبدأ ياخد اجراءات وضد ويرفع عليه قضية تعويض، لان قوانين الملكية الفكرية هي تعتبر تقريبا موحدة في العالم كله. موحدة تقريبا موحدة والاجراءات فيها موحدة. تمام، لان في اتفاقية جاية من اتفاقياتها، وسابوا بعض الاجزاء البسيطة لرأي الدول، زي مثلا براءة الاختراع في مصر. مصر هنا بتطلب الجدة، الجدة اللي هو انه يبقى جديد، ده مسبق تقديمه، ان هو يكون قبل التطبيق الصناعي، ان هو يكون فيه ابتكار. في دول ما بتشترطش الجدة، ما بتشترطش ان هو جديد. دواء مثلا هسجله، زي مثلا زي موضوع السوفالدي، الدواء السوفالدي لما جه مصر وحب ان هم يسجلوه، ما مصر كانت هي اللي قادت العالم كله في القصة دي، حبوا يسجلوه، لا ده متسجل من كام سنة، بعتوا تسجيل نفس التركيبة لدواء علاج الإيدز وفشل الدواء ده، فرجعوا يسجلوه تاني علشان خاطر او عشان خاطر يسجلوه لدواء علاج الفيروس دي. فاكتشفوا هنا مكتب براءة الاختراع المصري قال لك لا انا مش هديله براءه، فبالتالي نزل في الملك العام. فاصبح من حق مصر ان هي ايه، يعني مصر دورت على حقها في براءه حقها. هو اوريدي خلاص انا جاي بسجل اختراع او دواء او مصنف، تمام، فالدواء ده متقدم قبل كده، فقط خلاص سقط او تنال يعتبر سقط خلاص الحق في تسجيله مره تانية، ده القانون المصري. فبناء عليه ليس بجديد، ليس بجديد، ان هو سبق تقديمه وليس ايه. طيب احنا بجديد. احنا عايزين بس نستاذن حضرتك دلوقتي ونروح لحوار مع من قبل طبعا زميلتنا علا حجازي، اللي اجرت حوار من دقائق مع دكتور محمود صقر رئيس اكاديميه البحث العلمي من مؤتمر الاحتفال باليوم العالمي للملكيه الفكريه. نشوف الحوار نرجع مره ثانيه. صباح الورد عليكم، صباح الورد على كل مشاهدي صباح الورد. اليوم العالمي للملكية الفكرية هو يوم أقر أعضاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية بيوافق 26 أبريل من كل عام، وده بيجي للاحتفال بالملكية الفكرية حول العالم. يعني مفهوم الملكية الفكرية لا يقتصر فقط على مجالات الأدب والفن، وإن كان ده الدارج أو الشائع، ولكن يقتصر يشمل جوانب أخرى مثل الرياضة وجوانب عديدة. وده كان شعار اللي أقرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية للذهب نسعى الملكية الفكرية والرياضة. يسعدنا أن نجري هذا اللقاء من احتفالية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا باليوم العالمي للملكية الفكرية مع الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. صباح الورد على حضرتك يا دكتور. صباح الخير، أهلا حضرتك. يعني في البداية يا دكتور، زي ما وضحنا يعني في المقدمة، أن الملكية الفكرية لا تقتصر فقط على المجال الأدب ومجالات الفنية، يعني نريد من حضرتك معرفة المزيد حول مفهوم الملكية الفكرية. زي ما حضرتك قلت بالظبط، النهارده مصر والعالم كله بيحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية اللي هو يوم 29 ابريل من كل عام، وده اليوم اللي اقرته المنظمه الدوليه او المنظمه العالميه للملكية الفكرية كيوم للاحتفال بالملكية الفكرية اعتبارا من عام 2000، اللي هو تم اعتماد لوائح الملكية الفكرية في المنظمه الدوليه. الملكية الفكرية السنه دي مركزه على القطاع الرياضي. هو الناس دايما بتبقى متخيله، طبعا هو الهدف من اليوم هو نشر ثقافه الملكية الفكرية للعامه عموما وليس فقط بين المختصين، لان المفروض المختصين عارفين الكلام ده، ولكن نشر ثقافة الملكية الفكرية والتركيز على القطاع الرياضي. الناس دايما متخيلة زي ما حضرتك قلت في المقدمة ان الملكية الفكرية متعلقة بالابتكارات، بالتكنولوجيا، بالفضاء، بالكيمياء، بالذرة الى اخره، لكن هي الملكية الفكرية لها صور مختلفة. فالملكية الفكرية ممكن تكون في شكل براءة اختراع، او ممكن تكون شكل حقوق مؤلف لو في مادة ادبية او مادة فنية محمية بحقوق مؤلف، او في علامة تجارية، العلامات التجارية اللي احنا بنشوفها واللي بتقوم عليها صناعات عملاقة، سواء لسلعة أو منتج أو لبرنامج حتى أو إلى آخره، يعني أو لخدمة إعلامية، برنامج ترفيهي إلى ما شابه، وكمان فيه التصميمات الصناعية. إذن في صور مختلفة للملكية الفكرية. إحنا عندنا حاجات أخرى، يعني عندنا التراث التقليدي والفنون، عندنا الحضارة المصرية، ودي صور بنتمنى أن تكون صورة من صور الملكية الفكرية، لأن زي ما بنشوف على مستوى العالم في بعض الناس بتتربح من الحضارة المصرية بشكل تجاري، وده غير محمي، لأن يعني مش معقول ان انا احمي علامه تجاريه مثلا لمنتج رياضي او لسلعه غذائيه او ما شابه، وده حاجه كويسه وبنحترمها وبنقرها، ومصر من اكثر الدول اللي بتحترم حقوق الملكيه الفكريه في العالم. طب فيما يتعلق بحقوق الملكيه الفكريه، يعني نريد ان نعرف معاك ضوابط للملكيه الفكريه.
ما هو هي الضوابط دايما المنظمة الدولية أقرت مجموعة من الضوابط وصور مختلفة للملكية الفكرية وبتحميها، ومصر من الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات وبتعمل إنفاذ لهذه القوانين. ولكن اللي احنا بنطالب به أيضا هناك صور أخرى من الملكية الفكرية يجب أن تدرج على القائمة، وهي خاصة بالدول النامية، وده اللي بنحاول نتكلم عليه في كل مناسبة متعلقة بالملكية الفكرية. إلى أي مدى يا دكتور تتحقق ضوابط الملكية الفكرية هنا؟ زي ما قلت، مصر من أوائل الدول على مستوى العالم اللي عندها قانون بينظم الملكية الفكرية، اللي هو قانون 82 لسنة 2002. كان قبله قانون في الأربعينات وتم تطويره وتعديله وتحديثه وإضافة بعض المواد إليه، وصدر قانون النهائي اللي هو 82 لسنة 2002. زي ما قلت، مصر من الدول الرائدة في مجال الملكية الفكرية، وما حصلش عندنا الحمد لله يعني رفعت قضايا على الحكومة المصرية لانتهاكات لحقوق أدبية أو فنية أو تكنولوجية. يعني دي رقم واحد. رقم اثنين اللي احنا بنحاول نعمله بقى ازاي ننشر الثقافة، ازاي الناس كلها تبقى عارفة ايه هي الملكية الفكرية ودور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية، في القطاعات المختلفة، في الرياضة، في الفنون، في الأداب، في البحث العلمي إلى آخره. يعني نظرا لوجود يعني أشكال وصور كثيرة للملكية الفكرية، يعني نريد أن نعرف من حضرتك كيفية تسجيل براءات الاختراع. كيفية تسجيل براءات الاختراع؟ الإجراءات اللي موجودة لتسجيل براءات الاختراع، طبعا هو أكاديمية البحث العلمي ممثلة في مكتب براءات الاختراع المصري، مسؤولة فقط عن براءات الاختراع وعلى التصميمات الصناعية. حقوق المؤلف مسؤولة عنها وزارة الثقافة، العلامات التجارية مسؤولة عنها وزارة التجارة والصناعة. فاحنا بيخمنا براءات الاختراع بالدرجة الأولى. كيفية التقدم للحصول على طلب براءة اختراع بتتم من خلال الاطلاع على نموذج تسجيل براءة اختراع اللي موجود على موقع مكتب براءة الاختراع المصري في أكاديمية البحث العلمي، وبعدين بيستوفي هذا النموذج ويتقدم إلى مكتب براءة الاختراع المصري. حتى هذه اللحظة التقدم ورقي، ولكن احنا طورنا العمل بمكتب براءة الاختراع المصري، وتم يعني تعديل بعض اللوائح عشان يبقى مقبول قانونا اللي هو التسجيل الإلكتروني لبراءة الاختراع، وانتهينا إلى جزء كبير يعني بنسبة 90% من الإجراءات المطلوبة اللي هي خاصة بتحصيل الرسوم إلكترونيا، ان يتم اعتماد هذا التقديم في المحاكم الى اخره. يعني فهي شويه اجراءات مش من عندنا، لكن احنا جاهزين تماما ان شاء الله يعني قبل نهايه هذا العام يتم اعتماد التقدم الالكتروني للحصول على براءات الاختراع. نرجع تاني، بيتقدم لمكتب براءات الاختراع المصري بالطلب بتاعه. لما بيتقدم في الاستقبال بياخد الطلب وبياخد ايصال من مكتب براءات الاختراع المصري بالساعه والتاريخ وعنوان الاختراع اللي تقدم به، وطبعا ده بمعتمد من الدولة. وانسى ان هو اخذ الايصال ده، فهو الاختراع بتاعه محمي من هذه اللحظة. بعد كده بقى بتتم اجراءات بتستغرق وقت، بيختلف على حسب استيفاء الطلب للبيانات المطلوبة. ممكن ناس تخلص في سنتين، في سنتين ونص، ناس بتقعد 4 سنين، 5 سنين. بتعتمد دايما على الطريقة اللي معد بها الملف، هل هو مستوفي للشروط ولا بيبقى محتاج استيفاء وفحص بيانات، محتاج رسومات، محتاج توضيحات الى اخره. طبعا العمليات دي كلها بتتم من خلال المراسلات اللي بيقولوا عليها الرسميه، يعني ما ينفعش بالتليفون او بالايميل نقول له ناقص عندك كذا تعال اعمل كذا، لا، لازم بالخطابات المسجله بعلم الوصول، لان دي اجراءات يعني عارفه يعني ايه ملكيه فكريه، يعني ايه واحد يحصل على براءه اختراع. ده بالظبط كانه حصل على عقد امتلاك لمدة 20 سنة لسلعة مهمة جدا لها قيمة في السوق. فكل حاجة بالتأكيد يا دكتور، يعني الإجراءات دي لحماية الملكية الفكرية لهؤلاء الأشخاص. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، شكرا جزيلا لحضرتك. يعني زي ما شفتوا وسمعتوا معايا، احتفالية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا احتفالية هتتكلم عن مجالات كتيرة، تحديدا على رأسها بتيجي مجال الرياضة والملكية الفكرية في الرياضة. كمان في الاحتفالية يعني من المقرر تكريم عدد من المخترعين اللي ليهم إسهامات في الابتكار والبحث في المجال الرياضي، فضلا عن تكريم اللاعب الكبير كابتن محمود الخطيب كرمز من رموز الرياضة في مصر. الآن عودة ليكم مرة تانية وصباح الورد. بنشكرك شكرا جزيلا يا علا. بنشكر كمان دكتور محمود ثقر. بالتأكيد في وعي مختلف بفكرة حقوق الملكية الفكرية بينهم من خلال هذا اللقاء، ومن كمان من التحركات سواء على مستوى الدولة أو على مستوى الأفراد خلينا نقول. وإحنا بقى في الفصل كنا بنتكلم عايزين نروح لفكرة الفيسبوك، لأنه أصبح أيضا أداة لخرق كبير جدا فيما يتعلق حقوق الملكية الفكرية. وفي بقى معلومات خطيرة أنا عايز السادة الزملاء الصحفيين والزملاء الإعلاميين ركزوا فيها، عشان دايما بيشتكوا من الموضوع ده. لو أنا على الفيسبوك كتبت ستيتس عبارة عن مقال، رأي مثلا، تحليل
في مشهد سياسي، تحليل لكتاب، تحليل لفيلم، تمام، او رايه، او رايه في اي شيء، رايه الخواطر مثلا، وحد تاني خدها، بس هل ده تعتبر سرقه لحقوق الملكيه الفكريه؟ هي مش سرقه، هي اسمها اعتداء او استيلاء. احنا بعدين السرقه عندنا حاجه اسمها اعتداء او استيلاء لحقوق الملكيه الفكريه. حلو. يعتبر سرقه في حاله واحده. لو نشره، لو انا خدته من حضرتك نشرته على صفحتي وما نسبتوش اليك، ما قلتش عنوانه، ما قلتش مين اسم المؤلف، ما قلتش اسم المؤلف مين، لازم احط تحت كده بقلم فلان الفلاني. حلو. او منقول عن فلان الفلاني، او اعمل كوبي لينك، اخد اللينك بصاحبه بكل حاجه واحطها عندي. لا، ان لازم هو قانون الزمني ان اي مقال هنشره حتى لو صحيفه هتاخده لازم تقول اسمه. يعني مثلا مقال انتشر في فيسبوك، كانت مشكله من قريب كده بيني وبين جريده كبيره، وفعلا هم عدلوا موقف بسرعه، خدوا مقال ونشروه، كان مقال خاص بحاجه معينه سياسيه تحديد، من غير اشاره للاسم، من غير اشاره للاسم. فلما تواصلت معهم المدير كان فاهم، فاوتوماتيك على طول خلاص انا عارف ان هو كده خلاص. طب دكتور خطأ. يعني لو حسام دلوقتي كاتب بوست خلاص، وانا رحت عامله شير، فانا اوتوماتيكلي بشير حسام بكل حاجه هو قايلها كده، انا حفظت له حقوقه. لكن لو خدت كوبي وبيست، خدت كوبي بيست وما كتبتش اي حاجه انا، وانا ظهرت بمظهر ان انا اللي كاتب المقال ده، لا انا كده متضايق من كيف فكره. لو حطيت منقول، لو حطيت منقول او سي بي دي زي ما بيبقى كوبي، او لازم نسيبه قانون الزمن ان انا نسيبه لاسم المؤلف، لازم اقول منقول عن مين، منقول عن مين، يا اما الحبس فيها شهر والغرامه من 5000 ل 20. طب يلا بقى شهر. وغرامه من كام؟ من 5000 ل 20000 جنيه، ده اللي هو ستاتس العادي. اصل واحد يقول لك ده هي مقال، انت مش حضرتك مش متخصص اعلامي، انا عشان اخد منك مقال، انت لما بتكتب تكتب نتاج وعصر. لا احنا بنتكلم دلوقتي لو حد مش اعلامي وكاتب رايه في شكل مقال، خلاص هو حق ملكية فكرية برضه. اوكي، شكل مقال. طيب في بعض الصفحات اللي هي الاجتماعيه كده على شبكات التواصل الاجتماعي بتكتب مثلا والله الوحده الوجع بيبقى مش عارفه اي حاجه جزاء خواطر كده، اوكي، وبتبقى محطوطه بشكل ان هي مثلا بوست او كده، وانت عندك على الموبايل اوبشن بتاع شير اكسترنال اللي هو ان انت هتاخد البوست نفسه ومش هتاخد اسم الصفحه. تمام. ده برضه اعتداء على الملكيه الفكريه؟ لا ده حاجه تانية، ده مشاع بقى، يعني ممكن تنقلها عادي، هو اشاع للناس خلاص. لانه بيفتح يشوف الاصل فخلاص. تمام. بيفتح يشوف الاصل، انما ان انا اخد مقال من الاستاذ حسام وانشره على اسمي انا واظهر بمظهر انا ناشره، لا دي اعتداء على الملكيه الفكريه. طب لو انا عايزه اكتب مثلا نصائح مثلا في سطرين، لو حصل كذا 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 ده معناه اني مش عارفه ايه، ورحت عامله هاشتاج باي حاجه مسميه نفسي اي حاجه، دي دلالتها ايه؟ ليه الناس بتعمل هاشتاجز باي حاجه؟ الهاشتاج ده عشان يبدا ينتشر لما حد يخش على الفيسبوك، دي حاجه ليها علاقه بالتكنيكال. يخش على الفيسبوك يعمل هاشتاج مثلا بكذا، يبقى عشان يتابع مقالات حضرتك واللي انت بتكتبيه، ده الهاشتاج. اوكي. يمكن قصدها لو مثلا الهاشتاج ده منسوب لشخص وانا خدته، هل ده بيعتبر يعني فاهم هاشتاج بشخص معين مثلا؟ يعني مقالات حسام الدين حسين وحد تاني، حسام الدين حسين وحد خده عنده، ماشي. لا هو كده خلاص هو بينسبها لك. اوكي. لكن لو بشكل عام مثلا مقالات في الامل مثلا وكاتب تأملات مثلا، تأملات شعر مثلا، خواطر، هاشتاج مثلا تأملات، بيكتب تحتها حاجات معينه. مجرد حضرتك انك تنشري الخاطره دي على الفيسبوك، اصبح ده توثيق ليها حامل كده فكريه، وحاجه اسمها الاسبقيه، عشان لو حد سرقها بعد كده تقدر تثبت من خلال الفيسبوك، لا انا اللي عاملها ونشرها في يوم كذا تاريخ كذا. يعني يفضل ان انا دليل احط الهاشتاج او لا مش لا مش مش شرط الهاشتاج، يفضل انك تنشريها اصلا على موقع زي الفيسبوك، لان ده اصبح دليل على ملكيتك لها والاسبقيه فيها. ايوه. لو حد خدها منك ونشرها في كتاب هتثبتيها ازاي؟ لا والله انا في يوم كذا ساعه كذا نشرتها. اوكي. وده ناتج فكري انا وناتج ابداع الفكري انا. تمام. فبناء عليه النشر في المؤلف مش شرط تسجيله، ومجرد نشره اصبح بيكسب ناشره حق الملكيه الفكريه عليه. لكن القانون المصري بيدي غرامات بقى 1000 جنيه مش عارف ايه و3000 جنيه ايه. تفاصيل على فكره كتير جدا احنا اول مره نعرفها. خطيره. وخطيره اول مره نعرفها، خصوصا لموضوع الفيسبوك ده بالذات، لان الناس بتكتب كميه حاجات وينقلوا وبيتخانقوا مع بعض وعلى طول في خناقات. سرق مني، انت سرق مني كذا. حضرتك كان في مشكله مع احدى المواقع الكبرى والاخباريه، وفعلا عدلوا الموقف بسرعه جدا، لان كان الصحفي غلط وهم عارفين، قال لك احنا بنقدر حقوق الملكيه الفكريه. صحيح. ان ده حقوق الملكيه الفكريه بتاع ناشر الخبر ده او نشر المقال ده، فما نقدرش غير ان احنا نسيبه له، وعدلوا المقال بعد شهر. بس طبعا لو حد كاتب اقوال مقصوره فدي بقى لا بتاعته ولا بتاعه حد، دي ملكيه. لا لا، دي حاجه اسمها الفولكلور الشعبي. ده من حق وزاره الثقافه فقط، هي اللي بتتحكم فيه. يعني الفولكلور الشعبي والرقص الشعبي وكل الكلام ده، ده وزاره الثقافه هي الملك بتاع الدوله. طب لو مفردات، لو مفردات درجه زي مثلا قولا واحدا، يعني انا مره قعدت يعني في حاجه، يعني انا مره كنت كاتبه حاجه، كاتبه ستاتس وكتبت بقى ده نقطه قولا واحدا، فلقيت حد بيعلق عندي بيقول لي قولا واحدا دي بتاعتي، فانا استغربت بتاعتك يعني ايه؟
يعني ما فهمتهاش هي قولا واحدا دي ده التراث كله ده ارجع دي يعني دي ما فيهاش حاجه دي مش ملكيه الفلكلور اللي هو الامثال الرقص الشعبي مثلا الفلكلور المصري اللي هو مثلا زي الاثار بتاعتنا في قرار صدر من فتره كده ان هو ممنوع دخول مصر اي منتجات مطبوع عليها الاثار المصريه او صور الاثار المصريه بدون تصريح من الدوله المصريه فعشان تستخدم اثاري من غير ما تاخد اذن مني ده حق طبع. بتاعي انا طبعا حق مفهوم الملكيه الفكريه بتاع الدوله اللي هو في الفلكلور حتى لو منتج صيني مثلا وجاي فهم وقفوا قال لك مش هصور اي حاجه انا من حقي كدوله ان انا امنع اي حاجه بتمس في الفلكلور بتاعي الصين عملت ريبليكا لابو الهول والهرم يعني ما سابتش حاجه بصراحه هي سياحه في السياحه ونشر السياحه كويسه للصين حلوه المعلومات دي طب احنا استاذ حضرتك تمشيت برده مع يعني الدور التنويري فيما يتعلق بالنقطه دي هنحتاج نعمل ان شاء الله فقره ثانيه نستمر في الموضوع ده عشان نوعي الناس اكتر واكتر بيه وبنشكرك شكرا جزيلا على كل المعلومات المهمه دي شكرا جزيلا دكتور محمد بشر متخصص في حقوق الملكيه الفكريه نورتنا وصباح الورد وكل سنه وحضرتك طيب بنشكرك وكل سنه وحضرتك طيب وطبعا نقطع الفاصل الفقره ولا ايه الفقره اللي جايه هتكون مع الترانيم والاغاني والمزيكا طبعا الجميله جدا بمناسبه عيد شم النسيم خليكم معانا معاكم مرة تانية وهنحتفل بقى في الفقرة دي لأنه طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين النهاردة عيد القيامة المجيد وبنحاول كده ندخل الأجواء الاحتفالية في كل بيت مصري سواء مسلم أو مسيحي نحتفل سويا النهاردة بفرحة واحدة وشعور واحد ومفيش أحلى بقى من المرنمة والفنانة خلينا نقول لكم اللي شرفتنا قبل كده في صباح الورد أكتر من مرة داليا إيهاب يونس وهي فنانة كمان جميلة لأنها الحقيقة مش فقط بصوتها الجميل والرائع لكن كمان بدورها التثقيف والتنوير لأنها بتشارك في عدد كبير من الورك شوبس اللي بتعلم الولاد الصغيرين وكمان بتعمل مجموعة من المشاريع اللي كمان ذوي القدرات الخاصة وكمان قدرت أنها تغني في أكتر من كنيسة وتقدم أكتر من مشروع فني مختلف النهاردة بقى هتعمل لنا ميكس ما بين هذه المشروعات الفنية ونسمع معها ترانيم ونحتفل معها أهلا بيكي نورتينا في صباح الورد كل سنة وانت طيب وانت طيب صباح الورد يا داليا وأهلا بيكي وأنا يعني فخورة أن أنا بقابلك النهاردة أول مرة ما كنتش من سوء حظي ما كنتش موجودة في الحلقة اللي كنت موجودة فيها قبل كده لكن خلينا
نتكلم عن الاغنيه اللي بتسجليها في كاتدرائيه جميع القديسين صح؟ احكي لنا عن البروجكت ده وعملتيه ازاي؟ طيب في جمعيه اسمها جمعيه جسور، هي جمعيه تابعه للكاتدرائيه، عندهم نشاط جميل جدا لتعليم الناس لغه الاشاره للتعامل مع الصم والبكم. ومن حوالي سنة اتكلمنا مع بعض في ان احنا عاوزين نعمل اغنية للتوعية بقضية الصم والبكم، وازاي انه الناس العاديين محتاجين ان هم يعرفوا حاجات اساسية في لغة الاشارة عشان يقدروا يساعدوا الصم والبكم ويطمنوهم على الاقل، يحسسوهم انه انتوا مش لوحدكم وان احنا حاسين بيكم وهكذا. وانا في الحقيقة لما اتعرض عليا مايكل مدير المركز عرض عليا ده، كانت حاجة غريبة جدا ان انا افكر اني اعمل اغنية الناس ما بتسمعش او عن الناس ما بتسمعش. ففكرت انا مهتمه جدا بالموسيقى الكلاسيكيه عامه، يعني اكتر حاجه انا بصنف نفسي حتى كمغنيه كلاسيكيه. فلقيت يعني الترانيم ده جزء من جزء من حاجات كتيره جدا بعملها. فانا فكرت انه في السيمفونيه التاسعه لبيتهوفن اشهر جزء فيها اللي هو في الحركه الاخيره، بيتهوفن ألفه هو تقريبا ما بيسمعش فدي كان ليها بالنسبة لي معنى عميق جدا ومغزى مهم، انه ازاي انه اهم عمل في تاريخ الموسيقى الكلاسيكية زي ما النقاد بيصنفوها اتعمل من شخص أصم. ففكرت ان احنا نكتب على اللحن ده الكلمات. الالهام ده بقى جالك انت مباشرة بالزبط. عن موضوع مقطوعة بيتهوفن اللي هو عملها في الفترة اللي بقى ما بيسمعش فيها بالزبط. انت بتعملي ايه؟ بتكتبي كلام ولا بتغني بس وحد بيكتب لك ولا المزيد؟ هو انا في حاجات بكتبها انا وفي حاجات حد بيكتبها او حاجات بقى تراثية انا بغنيها، لكن انا فخورة جدا ان انا وصديقتي مرام اسامة اللي كتبناه بايدينا. وكنا في الاسبوع اللي فات عملنا ورشة تبع مشروع كلاكسيكيات اللي هو انا بشتغل عليه دلوقتي، علشان نشجع الناس ان هم يجوا، الناس العادية اللي عمرها ما غنت قبل كده يجوا يشاركوا في غنى الاغنية دي، لانها اتغنت كمان بطريقة اسمها الاكابيلا. الاكابيلا فن كلاسيكي مشهور قوي، شبه الاوبرالي شويه، زي الاوبرالي بالظبط، شبه الاوبرالي لكن موسيقية، لكن من غير آلات موسيقيه بالظبط. أيوة. ان احنا بنعمل الموسيقى بصوتنا. ايوه فده محتاج حرفيه عاليه جدا ومش منتشر جدا في مصر. فانا فخوره جدا انه في ناس لاول مره في حياتهم كانوا يغنوا بالطريقه الصعبه دي، وتشوفي ازاي ان الناس كانوا نفسهم ان هم يعني يعملوا حاجه لقضيه صم البكم. والكاتدرائيه الصراحه كانوا متعاونين جدا جدا، لانه طبعا طبيعه المعمار بتاع الكاتدرائيه كان مناسب جدا لطريقه الغنى دي، بنحتاج صدى اكبر، بنحتاج الكلام بقى. انت اللي كاتباه انت وصاحبتك زميلتك اللي قلتي عليها دلوقتي، ده كلام مصري يعني بالمصري. بالمصري عادي، فانك تشوفي كلام بالمصري بالغناء الاكابيلا اللي هو اسلوب الاكابيلا مميزه جدا. طب ما سمعينا، شوقتينا يعني. لما ينتهي المشروع ده هنصور، بس احنا هتسمعينا بقى حاجه دلوقتي. هو ده مش هنقدر ان احنا نسمعه دلوقتي، لانه طبعا محتاج الاكابيلا اربع اصوات بالظبط. لكن ممكن اقول لكم الكلمات مبدئيا. هو الكلمات بتقول انه مش قادر يسمعك، لكن مش كل الكلام له صوت، كم إشارة هتتعلمهم يفهم منك المقصود. وبعدين بنبتدي نعمل إشارات بإيدينا، دي بحبك ودي ربنا معاك وانا هساعدك. لما تكون في الغربة وتايه مش فاهم بيقولوا ايه، وتلاقي اللي بيفهم لغتك، شوف ده يطمن قد ايه، دي بحبك ودي ربنا معاك وانا هساعدك، مش قادر يسمعك لكن مش كل الكلام له صوت. احنا متحمسين جدا انتهى المشروع ده، وان شاء الله يكون لي عرض خاص هنا كمان ان شاء الله. انا بس حابه جدا جدا اشكر نفط المطران اللي سمح لنا لاول مره ان احنا نسجل الاغنيه دي جوه الكاتدرائيه، وودينا هذا الاستثناء، لانه عاده الترانيم او الاغاني الروحيه بس هي المسموح انها تتغنى جوه الكاتدرائيه. لكن هو مشكورا تفهم جدا القضيه الانسانيه اللي ورا الكلام، وانه اللحن ده لحن تراثي وليه حتى كمان فكره انسانيه، مش بس الكلام يعني. فانا حابه اوجه له شكر كبير جدا ان هو ادينا هذا الاستثناء. وبصراحه هم هو طب ايه اللي ممكن تغني هولنا دلوقتي وتعرفي تغني له واحد تغني له قضيه انسانيه واحنا في حاجه انسانيه ان احنا نسمعها؟ اوكي ممكن دلوقتي نغني اغنيه وترنيمه لفنان اسمه زكي نصيف، فنان لبناني اسمها حنانك يا رب الاكوان. حنانك يا رب الاكوان انا بحبها جدا، لان هي اول ترنيمه كنت اسمعها واحد بيطلب الحنان من ربنا، هي مناجاه بالظبط. فانا بحبها جدا واحب ان انا اغنيها لاول مره. ماشي، انطلقي بقى، حلقي احنا معاك. حنانك يا رب الأكوان إليك رفعت صلاتي.
أنا إن أحيا فبالإيمان يشرف معنى حياتي. سمعت نداءك يا ربي يجلجل في أعماقي، صدى يتجاوب في قلبي مع النغم الخفاق. فسرت في دربك بهديك وبغمأ المشتاق لمنهلك الصافي العذب أروي به أغنياتي. حنانك يا رب الأكوان إليك رفعت صلاتي. أنا إن أحيا فبالإيمان يشرف معنى حياتي. الله جميلة جميلة جميلة. لا أنا هنحسب بقى تاني بقى. طب أنا أقول لك على حاجة. النهاردة في تحدي كمان وإحنا في عيد القيامة وأنا سمعت أنت بتغني بترانيم بالسورياني. بالسورياني أه. والسورياني هي طبعًا لغة يعني منحدرة من الأرامية اللي هي لغة السيد المسيح. بالظبط. مفيش أحلى من نسمع في عيد قيامة المسيح شيء باللغة السوريانية. بس إزاي أنت تقدري تغني هل يعني سهل إنك تحفظي أو كده؟ الكنائس لغاية دلوقتي الشرقية بتستخدم السوريانية في الغناء. بس أنت درستيها يعني هتبقي فاهمة اللي بتقوليه. يعني إحنا ممكن نغني هندي بس مش فاهمين هنقول إيه. يعني حافظين شكل الكلام بس مش فاهمين. لا أنا ما درستش السورياني لكن بطبيعة الحال أنا بحب قوي إن أنا أعمل ريسيرش أو إن أنا أدور على الحاجات اللي أنا بغنيها. فكنت بسمع ترانيم سورياني الفيروز وكنت فاهمة وبيقولوا إيه. فكنت بدور يعني أفتح جوجل كده أدور يعني دي معناها إيه وترجمتها إيه. ومن كتر ما أنا كنت بسمعها كتير بقيت أعرف أنطقها يعني هي وفاهمة معناها إيه. أوكي. يعني أنا في الحقيقة كمان كنت أفكر أنا أغني لكم حاجة لاتيني وحاجة سرياني الاتنين يعني لكم ميدلي مع بعض. الميدلي يلا لطيف أو يلا والسرياني ده كويس لأنه جزء من الثقافة كمان العربية. صحيح. في الشام والعراق وتركيا حتى والمنطقة دي كلها فيها كنائس سرياني. أنا هغني ترنيمتين واحدة باللاتيني واحدة بالسرياني بس هندمجهم مع بعض ونشوف. طب السرياني دي معناها إيه أو العنوان العام عشان برضه نبقى فاهمين. الترنيمة اللاتيني اسمها أداستي فيداليس. أداستي فيداليس يعني اقتربوا أيها المحبون. والترنيمة السرياني اسمها شبحوا الهوقولوا يعني سبحان الكلمة. هتبدأ بالسورياني سبحان الله. لا هبتدي باللاتيني وبندخل على السورياني. طيب اتفضل. خلي بالك قدامك شغل كتير انت هتغني وبعدين هتترجمي يعني تمت بمعامل انيس عبيد يعني هتنزلي بالترجمة بعد كده. يلا. أدست في دالس ليت تريومفانتس فيني مش فاهمين حاجه بس انت صوتك فيه قدر كده من الاريحيه
صوت دافي كده تخليك صوت ملائكي. اداء اداء ملائكي زي ما بيقولوا. طب سريعا كده الترجمه بقى. اوكي. قداستي فيدايلس هي واحده من الترانيم اللي بتتقال وقت الميلاد. انا اخترت الاثنين دول لان في واحده بتتقال قوي وقت الميلاد وواحده بتتقال وقت القيام. فقداستي فيدايلس بتتكلم عن اقتربوا ايها المحبون، يعني قربوا وتعالوا شوفوا ميلاد السيد المسيح في بيت لحم ومجدوه لأنه هو الطفل المقدس، ويعني بتكلم في الإطار ده. شوفوا لها وقولوا، بتكلم أن سبحان الكلمة السر العظيم من توشح جسمنا الإله القدير آتيا يفتدينا من هول الجحيم مبعدا عن ربوعنا كل ليل بهيم. الترجمة فيروز أكشي غنت النسخة العربي كمان منها. طب ما نختم بقى بشيء عربي. نشوف حاجة عربي. احنا بس عايزين نشكر الاول المشاهدين طبعا، ونقول لهم طبعا كل سنة وانتم طيبين، والختام هيكون مع مطربتنا داليا ايهاب طبعا بترنيمة جميلة جدا، اهداء منها طبعا لكل المصريين بكل اعيادهم مسيحيين ومسلمين، وكل سنة وكلنا طيبين يعني. وصباح الورد عليك يا حسام. كل سنة وانت طيبة مها. صباح الورد عليك كلكم، ان شاء الله نشوفكم بكرة بألف خير وصحة وسعادة، نحتفل معاكم كمان بشم نسيم، ونسيبكم كمان مع داليا ايهاب الفنانة الجميلة منورة النهاردة. هي بقى انت ختام الحلقة معاكي. اوكي، اغاني حاجه بقى السيده مريم. يلا. اليك الورد يا مريم يهدى من ايادينا، هلمي واقبلي منا عربنا حب اكيد ما تهاني، أكيد ما تهانينا على الأبواب أطفال لهم في العمر آمال، يذوب القلب إن قالوا جودوا علينا فإن فإن الجوع يضنينا، حروب تملأ الأرض وضيق عنه لا نرضى، غدوا